لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. تستعد القوة الجوية الملكية لتسلم أول طائرة من بين 4 طائرات أمريكية الصنع من نوع غولف ستريم G550 مخصصة للحرب الإلكترونية والاستخبارات في بداية سنة 2021. هذه الطائرة حسب الأحداث المغربية ستكون عند وصولها أقوى طائرة حرب إلكترونية في إفريقيا وليس في المنطقة فقط، لكونها تعتبر رأس الحرب بالنسبة لسلاحي الجو الأمريكية والإسرائيلية. مشير إلى أن المغرب كان قد أبرم بتاريخ 31 يناير 2019 هذه الصفقة الأولى عربياً مع شركة رايتون الأمريكية لاقتناء 4 طائرات من هذا النوع، وبعد تصديق عليها من برنامج المبيعات العسكرية الخارجية تم البدء في بناء وتجهيز طائرات غولف ستريم. ومن المنتظر أن يتم تجهيز وتسليم أول طائرة يوم 31 دجنبر القادمة. نشكركم على حسن المتابعة.